زي ما تابعنا التقرير عن نجمنا الكبير مصطفى عسل اللي فعلا ما شاء الله عليه من بطولة لبطولة مستنينه في الترتيب العالمي رقم واحد بإذن الله قريبا. لازم نبارك له، نقول له ألف مليون مبروك يا كابتن مصطفى، منورنا وشرفنا، وألف مليون مبروك يا بطل. لا الله يبارك فيك يا كابتن خالد، والله يعني بجد يعني كاس يعني عزيز علينا شخصيا. الكاس ده بالنسبة لك يمثل لك إيه يا مصطفى النهاردة؟ لا كل حاجة. يعني أنا كان معايا الكاس المفروض بروح بيه بسلمه هناك للاتحاد، يعني هو ده ده المفروض أنا بيبقى معايا من السنة اللي فاتت الحمد لله يعني. فروحت فهم لسه مستنين انا المفروض من اول يوم انزل اسلمه لهم. قاعد معايا في الاوضه، ده اول الغرفة. لغايه اول يوم، يعني احنا قاعدين اربع ايام قبل البطوله. يوم عدى لغايه اربع ايام، لغايه اخر يوم خلاص هنلعب بطوله بكره برده ما كلمونيش. فبلعب بطوله اول يومين لسه الكاس قاعد جنبي، بصحى من الصبح الاقيه على الترابيزه جنبي، فقلت لا دي مش بطوله كده وخلاص بقى. فالمهم رحت موديها لهم على الخوف بقى اللي حصل بقى ازاي إيه؟ بقى الكاس بقى يروح كده ازاي وهو رايح كده وانت بتوديه عايز تقول له اقعد معاك؟ مش قادر، مش قادر خلاص، مش قادر. مصطفى البطوله دي بطوله مختلفه شويه معاك. ما شاء الله عليك ست مباريات بدون خساره شوط. الحمد لله. لا بطوله كانت ضغط كبير قوي، يعني انا كنت بتكلم مع مروان شرباجي كنا في بطوله ويمبلدون في شهر 5، فبيقول لي خلي بالك ان الثانيه اصعب بكتير قوي من الاولانيه، فبقول له لا يعني مش كده ويعني ما تقولش كده وبتاع. لا حسيتها هناك يعني بجد ضغط كبير قوي، عشان تحافظ على الضغط ده لازم تكون يعني فاكك نفسك شويه بتهزر كده عشان تقدر تخش في جوه الضغط ده. مصطفى وانت معايا اخر مره هنا كان شكلك مختلف، كانت الدنيا انا حاسس انت مضغوط وانت قاعد معايا في الهواء وما كنتش حاسس ان انت مستريح، كنت قلقان من البطوله دي يا مصطفى؟ قوي ليه؟ صراحه يعني انا عارف الكلام هيبقى عليها قد ايه لو خسرتها، يعني ما ينفعش تخسر. هو البطل كده اتكتب كده، اتكتب هو ما يخسرش. يعني حاسس ان كنت ممكن يحصل نقد كتير عليك مثلا عشان كسب البطوله وكده؟ لا كنت كان هيبقى في ضغط جامد قوي لو خسرت. يعني ما فعلا كنت عمال اسرح مع نفسي واسرح في البطوله اللي هو خسرت، يعني ما هو كله وارد. لا مش ماشي. وانت بتتمرن في النواحي البدنيه بالذات في التدريبات البدنيه، وعارف التدريبات البدنيه عندكم عنيفه جدا، كنت بتفكر ما تخسرش ولا شوط ولا ده طلع من عند ربنا توفيق ربنا انت خسرتش ولا شوط؟ والله السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت 2018 يعني الحمد لله ما خسرتش ولا شوط ما شاء الله. فانا داخل يعني عايز اللي هو اكسب اللي هو من غير ما اخسر ولا شوط طبعا، بس ممكن يحصل صدفه ان انا حد يطلع عليا زي ما حصل في الفاينل. يعني حصل في الفاينل الماتش النهائي كان الولد كسبان 10-7 بس نقطه ويكسب، طلعت عليه 12-10، فده ده يمكن يعني هو كان ناقص نقطه واحده ويكسب الشوط الاولاني يعني. والعزيمه واصرار وتحدي. عايز اسمعك حاجه كده قلتها معانا قبل ما تسافر، خلينا نخرج ليه كابتن مصطفى عسل قال كلام مهم قبل ما يسافر، نطلع له ونرجع له مره ثانيه. وشايف الامور كويسه باذن الله. ان شاء الله. محافظه على لقبك يا مصطفى ده بيختلف على الوصول للقب. شايف الموضوع ازاي وانت رايح بصراحه؟ لا مش يعني مش حاسس ان انا عليا بريشر اللي هو الجامد يعني الموجود، بس طبعا يعني اللقب خدته السنه اللي فاتت طبعا في ضغط، بس يعني ان شاء الله هناك بقى. مش عايز تتكلم عشان ابراهيم. لا ابراهيم اكيد الصراع اكيد اكيد التنافس بينهم جوه ارض الملعب، لكن هو في الاخر الاثنين ولاد النادي الاهلي. ايه ازاي بقى ما عليكش ضغط؟ لا وازاي انا شفتك ازاي؟ لا لا ولا يعني ما اكلم بابايا واكلم مامتي، لا يعني هم كانوا بيقولوا لي خلي بالك مش عارف ايه، اقول لهم لا 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 ما تقولوش كده، لا 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 مش عارف ايه، لا ان شاء الله. لما نزلت ارض الملعب هناك الموضوع اختلف تماما. لا طبعا خلاص حسيت بالموضوع مختلف. لا لا عايز قاعد في الاوضه يعني قلبك مقبوض يعني مش عارف ايه. قول لي حياتك ازاي بتقضيها هناك بصراحه في اليوم يعني بصراحه. بس دي خلفيات اصلها لازم الناس تعرفها، بطل العالم والناس عايزه تعرف كل حاجه عنه. دي زي حياتك في اليوم ده كابتن احمد مدير فني منتخب هيزعل. لا خالص قول لي. لا احنا رحنا قبلها بخمس ايام. طبعا فرق التوقيت وكده كانت صعبه قوي، يعني
صعب قوي بالنسبه لنا، وبالنسبه اول يوم يعني نايمين الساعه 5 الصبح يعني مش عارفين ننام خالص، صافين انوار وكل حاجه مش عارفين ننام. اتمرنا قبل البطوله يعني، قلنا نروح نفك انا وعمر الترك مصنف تاني على البطوله. رحنا سينما قلنا دخلنا فيلم رعب ولا ما خدش فيلم رعب. قول لي بقالك قد ايه ما دخلتش سينما؟ صح بجد فعلا كتير كتير، صح؟ 3 شهور 4 شهور حاجه كده. مفيش يوم ما ادخل دخلت رعب بقى كمان، دخلت رعب وعمر قاعد يضحك عليا والناس كلها ضحكت عليا في السينما. يعني الموضوع جاي من كل حته. مصطفى لما لعبت البطوله دي وصلت لقابلت مصري قدامك في الفاينل، ده اسهل ولا الاسهل للراجل الاوروبي؟ لا اوروبي. اوروبي ليه؟ بتبقى حاجه نفسيه بينا بين يعني بينا وبين المصريين، حتى لو المصري ده ممكن الاوروبي ده اجمد منه لكن احنا ما بنحبش نلعب بعض، يعني احنا ما بنحبش نلعب مصريين. قول لي ايه حكايه العشاشه ده، النقطه دي قول لي حكايتها ايه؟ والله بقى حاسس بقى دي النقطه دي ايه راحتني خالص بقى اللي هي خلاص. قول لي دي اخر نقطه في المباراه؟ دي اخر نقطه. قول لي كنت رايح عايز تخلصها في اي وقت ولا بتكون هادي جدا فيها بقى عشان تخلص؟ لا دي بقى كنت هادي فعلا فيها. هادي خالص بقى، اللي هو مش عايز استعجل عليها خالص. واللي هو بلعب سيف قوي عشان ايه هو يغلط يحصل حاجه، هو غلط هنا بقى. هنا؟ هنا غلط وعرفت ان انت بطل العالم. افتكرت ايه يا مصطفى في الوقت ده بالظبط؟ طلعت قدام الكاميرا وقفت قدامها وتتصور. انا سلمت عليه هنا. وخلاص فتحت له الباب. فتحت له ورحت للكاميرا. رحت للكاميرا. ليه بقى؟ قول لي. خايف بقى. قلت له بتعمل كده يعني ايه؟ قول لي. ايه دي بقى الحركه؟ قول لنا، عايز اعرف الحركه، لازم نعرف كل حاجه منها. قول لي يعني ايه كده؟ خلاص يعني. خلاص. خلاص. كده خلصنا البطوله وكده طلعنا وكسبنا بطل العالم. خلاص كده. اول تليفون جالك بعد بطوله العالم. مش بابايا ومامتي. ما فيش مشكله. دكتور محمد ضفراوي. اول واحد كلمك. ده يعني يا راجل عايز اشكره جامد جدا يعني على اللي بيعمله معايا الصراحه. كان يعني في جزيره معاك صح؟ من 9 سنين، انا عندي 9 سنين وكان بيمرن لغايه دلوقتي. انا فاكر اسم كويس جدا. كل مره بتجيب سيره. يعني بجد احمال كلها معايا، كل حاجه معايا، يعني بابايا التاني يعني فعلا فعلا. تقول له على الهوا النهارده وانت بطل العالم للمره التانيه على التوالي؟ لا والله يعني هو في كتير يتقال يعني. معلش اسمح لي ان انا هقول مدربيني كلهم. قول اللي انت عايز قول. يعني انا هاته مصطفى عشان عايز اشكر كل مدربينه. اتفضل. بحب اشكر كابتن شيرين كويس. احب اشكر كابتن محمد فريد وكابتن اسلام عادل وكابتن محمود عبد القادر. احب اشكر كابتن امير وجيه. بطل كبير كابتن امير وجيه. لا احب حبيبي. كبير. كابتن امير كان شغال معايا بعد بريتش اوبن يعني. احب اشكره جامد جدا. طبعا دكتور محمد ضفراوي. احب اشكر النادي الاهلي على الدعم الكبير ده، يعني بجد ما كنتش هوصل له لولاهم. انت بطل كبير برضه مصطفى، يعني احنا برضه. لا لا لا, لا الاهلي كان حاجه تانية الصراحه. واحب اشكر طبعا السبونسر بتاعي حديد عز، الناس دي ساعدتني جامد قوي. من اكيد بنبارك لك وبنقول لك الف مبروك. بس التصنيف بتاعك هيختلف بعد بطوله العالم دي يا مصطفى؟ لا دي يعني تصنيف. هو الحمد لله واحد ك 19 ك 19 كده. كبار لا كبار لسه بقى. احنا ان شاء الله السيزون بتاعنا هيبدا في شهر 9. عندنا بتروح 29 على العالم دلوقتي. انت كويس. لا يعني انا كنت بدايه السيزون كنت 544 اللي هو السيزون. يعني 544 ما شاء الله عديت كل ده 29 على العالم. الحمد لله. فهنبتدي ان شاء الله بطوله الصين اللي هي هتبتدي في شهر 9 ان شاء الله. شهر 9. بطوله الصين دي بطوله من اكبر بطولات اللي هي زي الجونه او اللي بتعمل هنا كده. طبعا دخلنا محمد الشرباجي، علي فرج، مروان الشرباجي، ناس يعني. المنافسه ازاي هناك؟ يعني احكي لي بقى، كلهم مصريين وبتقابل بتخبط في دور 8 مصري. في الاربعه في الفاينل ممكن يعني. لا بس بتبقى على احتراف بقى يعني خلاص بقى اللي هي داخل ما عليكش ضغط. اول حاجه لما تيجي تلعب مع علي او بتلعب مع ناس كبيره دي تاني ما عليكش ضغط تاني برضه. لا دي معلش ضغط. لا دي معلش ضغط. لا يعني بيبقى الناس كبيره، ناس عندهم 26 سنه 27 سنه. داخل طبعا تعمل كل حاجه عندك وتبقى ليك طموح ان انت تكسب. بس بيبقى شايف ان هم اللي عليهم ضغط اكتر. اكتر منك. برضه لعيب صغير طالع يلعب. شايف الموضوع ده. طبعا يفيدك في جوه الماتشات. تقدر تكسب بيهم يعني. اقدر اكسب بيها فعلا يعني. دي حاجه مصطفى، انت من موسم لموسم ما بتريحش تقريبا، بقالك موسم كامل ما ريحتش من ساعه الارجنتين تقريبا، صح كده؟ ده بقالنا سنه تقريبا، سنه او اكتر من سنه ما ريحتش. بتستعد ازاي للصين كمان شهرين على طول؟ والله انا دي بظبطها برضو مع دكتور محمد ضفراوي. يعني
احنا بنظبط كل الجدول مع بعض. طبعا واجهتني يعني لمده سنتين دلوقتي ان انا الحمل ابتدى يزيد قوي، بقت جونيورز وبقت كبار في نفس الوقت، فالدنيا كلها ملخبطه مع بعض. يعني عندي 15 بطوله هنا، هنا بلعب 6 بطولات مثلا جونيور، فالدنيا كلها يعني انا المفروض اريح بعد شهر 5 خلصت ماتش عالي راحة سلبية بريتش اوبن، راحة سلبية، المفروض اخد شهر شهر ونص عشان بطولة عالم طبعا هتلعب في 7، فقلنا هنلعب 3 اسابيع بس، وبعد ما اخلص ارجع اخد اجازة تاني. طبعا دلوقتي المفروض اخد اجازة بس مش هاخدها عشان عندي بطولة الصين، فالدنيا خلاص هتزق نفسك على بطولة الصين، هتزق بقى نفسك السيزون بحاله عشان تخلص. مروان عسل ولا مصطفى عسل؟ مروان عسل. قول لي قال لك ايه؟ كلمك قال لك ايه لما كسبت؟ لا طبعا شغال يعني على السوشيال ميديا رهيب هو. لا انت نجم السوشيال ميديا. لا انا متابع الاحداث يعني. لا انت قول لي السوشيال ميديا جاي. لا هو لسه كسبان بطوله ما شاء الله، بطولتين، بطوله عربيه وبطوله ارض كانت لعبت هنا. تلعب معاه ولا فرق السن بعيد شويه؟ لا صراحه لا لسه. يا بابا على طول كل مره يكلمني خلي عندك دايما روح العب معايا. لا لا هل ممكن يطلع الاخين يوصلوا اللي يلعبوا مع بعض في وقت من الاوقات ويقدروا يلعبوا فاينل قدام عالم زي بطوله عالم؟ هيكسبني بس ساعتها مش هيبقى في رحمه. انت انا قلت هو مش هيخش معايا الملعب بقى ساعتها. اكيد. قول لي ايه الهدف عندك في الموسم الجديد؟ يعني ان شاء الله بحاول ازق نفسي ان انا يعني اخش اللي هي تبقى، هي طبعا موضوع صعب بس ان شاء الله يعني ممكن اوصل اللي هو تبقى توب 15 يعني تبقى زقه كده. يعني انا انت عمال تزق شويه في شويه بس انا شايف هتخش في الخمسه مش توب 15 خالص يعني ان شاء الله. هي أي محتاجه فعلا، محتاجه كل حاجه، محتاجه كل حاجه، محتاجه كل حاجه. محتاج ايه؟ لا يعني محتاجه تركيز جامد قوي قوي، تعرف لما تخش مع الناس الكبيره تبقى عارف ما تضيعش، ما تفقدش تركيزك بعد ما تلعبش حلو في الاول وبعد كده تفك. او هم طبعا عندهم خبره اكتر وخبرتهم بتبقى اكتر بكتير بس ان شاء الله يعني مش عارف. انا حاسس انت بتتكلم كلام عشان التلفزيون فخبرتهم اكتر. لا لا. وعمال تنام في الناس وهتكسب في الاخر. لا انا عارف خلاص حفظتك يعني الموضوع خلاص بقى بيني وبينك. مصطفى بصراحه شديده، بتتفرج عليهم وتدرسهم عشان راح تلعبهم؟ دي حقيقه يعني كلامك فعلا. بتشوفهم عشان عايز توصل للمرحله دي؟ احنا يعني على طول الوقت احنا بنشوف كل يعني اي لعيب بيشوف التاني على طول، حتى لو هو يعني انا بصراحه الماتش بطوله العالم اللي فاتت دي انا كنت بعيد عنهم شويه، يعني كنت بعيد عن الجونيور شويه وكده، كان ده يخلص ماتشه ده من هنا اتفرج عليه يعني. يعني اللي انا هلعبه تاني يوم ماسك التليفون طبعا عشان احنا عندنا سكوش تي في بينقل وكده بيبقى موجود عندنا. فبيبقى في بقى بعد ما تخلص بتشوفه، فانا اخلص ماتش من هنا بالليل مثلا قبل ما انام او شايفه تلت ساعه 10 دقائق تلت ساعه. بتتفرج على حاجات معينه ولا بتتفرج مثلا على جيم كامل بيلعبه؟ ممكن اتفرج على جيم كامل بيلعبه، بشوفه بيلعب ازاي عشان ما اخشش اتخطف يعني مثلا، او مش فاهمه، مش فاهم لعبه يعني لسه عقبال ما لا، فاكون عارفه الاول، فدي احسن حاجه يعني بشوف هو بيلعب ازاي. في الهاندبول انا بتكلم عن الهاندبول انت عارف يعني القديم. لا انا في الهاندبول دلوقتي عندنا تحليل وكل واحد يقطع اللعيبه وكلام زي كده، ده برده موجود في الاسكواش ولا ده انت بس مع نفسك بتتفرج على اللعيبه؟ لا طبعا يعني كل مدربيني بيجوا يقولوا لي ده كذا مثلا ضعيف على الباك هاند، ضعيف على ناحيه اليمين، ضعيف ناحيه الشمال، عنده ايه بيعمله كويس، بيحط الكوره كويس، بيشوط الكوره جامد من الناحيه دي. لا طبعا بيبقى فيه حاجات تانية، تسرع عليه اللعب يهدى، في لعيب بيبقى سريع جدا ما تعرفش تسرع عليه اللعب ممكن تموت يعني. مش مصطفى بصراحه شديده، بتلعب في السكواش بالمهاره بتاعتك ولا بشراسه على اللعيب اللي قدامك ولا بتلعب بعنف شويه؟ لا بستخدم حته ذكاء شويه يعني. ذكاء مهاره بتلعب بيها جوه الماتشات يعني. بس ساعات بقى ساعات مثلا بيجي لك ايام ان انت بتكون تلعب وحش قوي، فاللي هو لازم تقوم فايتر بقى في الملعب، بتفايت بقى اللي هو بتروح على كل كوره بتموت نفسك. فده اللي بيحصل. احكي لي الموضوع ده وانت اشرحها للناس وانت واقف التوج على بطوله العالم الاخيره. لا والله هو كان شعور يعني بالنسبه لي كل حاجه يعني. طبعا لما رفعت الكاس تاني يعني فعلا انا ما صدقتش هو ماشي يعني، انا وانا بديه للناس زعلان عليهم زعلت
لا يعني بجد قاعد بقى وصحى يعني صحيت الصبح وما لقوش جنبي كمان يعني ايه. طب هو حد قال لك خد يا مصطفى؟ يعني حد قال لك انا والله يعني انا كان صعب قوي عندي. تاني واحده كانت اصعب بكتير من اول واحده فعلا. فعلا يعني. قول لي النجوم الكبار في مصر بيتعاملوا معاك ازاي؟ بيتكلموا معاك ازاي في السكواش؟ يعني كايه؟ كسكواش كواحد ايه في نجوم بيتكلموا معاك يعني نجم كبير بيحتضنك مثلا بيتكلم معاك يا مصطفى خلي بالك اعمل كذا بيديك خبراته يعني ولا؟ طبعا الموضوع يعني مختلف. طبعا ناس كتير يعني ناس كتير منهم يعني محمد شرباجي علي مروان كريم معايا في النادي كريم عبد الجواد طبعا احنا يعني بتمرن معاه كتير في الاسبوع يعني كريم عبد الجواد كريم عبد الجواد في النادي الاهلي في النادي الاهلي ده اللي بتمرن معاه كتير في اه طبعا يعني كلنا يعني بنتمرن معاه مثلا مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات. مصطفى عسل رقم واحد في العالم امتى؟ سؤال صعب ولا ايه؟ سهل جدا السؤال يعني سؤال سهل جدا. الاول اولمبيا في الارجنتين الاول على بطولتين عالم ورا بعض مستنيين مصطفى عسل رقم واحد في العالم امتى؟ قريب ان شاء الله يعني السنه الجايه؟ السنه اللي بعديها؟ بلاش نتكلم؟ بلاش يعني نحسب؟ يعني لا يعني ان شاء الله ان شاء الله. ايه اصعب موقف حصل لمصطفى عسل في بطوله العالم الاخيره في ماليزيا؟ ماشي الفاينل الفاينل 10 7 من الولد الثاني اول شوط اول شوط الحكم ما كانش موجود معانا يعني ايه حكم مش موجود يعني بيحسب قرارات مش شايف من وجهه نظر يعني بيبقى ساعات مثلا في الكبار بيبقى في حكام للكبار دول فبيبقى يعني حاجات تانية بيبقى ديسيجنز تانية شايف ان هو كان جاي عليك مثلا في القرارات شايف ده كان اول شوط عقبال لما فهم الدنيا وفهم ان انا يعني عايز اروح للكوره وعايز فاتوترت طبعا مش ما اتوترت توترت يعني اول بتعالج التوتر بتاعك ده ازاي جوه ارض الملعب؟ كان 10 7 خلاص ابتديت اتفكر بقى اللي هو نزلت راسي كده واللي هو ايه شوف بقى الجيم الجاي بقى نعمل ايه بقى بتفكر في الجيم الجاي خلاص بفكر في الجيم الجاي فجالي سيرف كده قلت طب ما اخلصها طبعا ريسك قوي ان انا اخلصها دي ممكن تيجي في الصفيحه قدام خلاص يعني رحت مخلصها فادتني بقى سكه بقى ساعتها بقى رحت كسبان بقى 4 نقط بعديها وكسبت الشوط ده ريحني جدا بقى بعد كده خلاص بقى يعني الشوط الاول كان 12 10 الثاني بقى 5 الثالث بقى 3 يعني اول واحد واخد 20 دقيقه ثاني واحد اخد 7 دقائق ثالث واحد اخد 7 دقائق برضه ف ماتش سكواش مدته 34 دقيقه ده مده كبيره ولا مده صغيره؟ على تدريباتك كنت بتتدرب صغيره المفروض نقعد قد ايه تقريبا؟ كماتش يعني بالتارجت انت اكيد تدريباتك بالتارجت فيها مده معينه جوه الماتشات عشان تقدر تستحمل كلياقه كفتنس يعني تقريبا الطبيعي يقعد قد ايه؟ طبيعي 60 دقيقة 60 دقيقة 60 دقيقة 60 دقيقة فأكثر أو 60 دقيقة ممكن توصل ل 100 وحاجة 100 حاجة و20 مثلا أطول ماتش مصطفى عسل لعبه في حياته؟ لعبت 100 وحاجة 100 وحاجة كنت لا أنا دايما ماتشاتي بتطول يعني مش ماتشات يعني كانت البطولة دي صدفت معايا إن أنا فعلا الماتشات كان مثلا 20 دقيقة 20 أكتر ماتش أخد 40 دقيقة كده لكن كان غريب يعني كان غريب هسألك سؤال صراحة الماتش الفاينل صعب ولا كان في ماتشات تانية بالنسبة لمصطفى عسل كانت نقطة مهمة جدا وتحول لبطل العالم في البطولة دي لا مفيش لا كان شايف ان انت بعيد مصطفى بصراحة شايف ان انت بعيد عن السن ده يعني التارجت بتاعك اعلى شوية لا والله عشان هو انا اتدربت يعني تعبت لا اتدربت فعلا تدريب اللي هو الكبار مع ان لعب الناشئين صعب يعني لعب الناشئين مختلف جدا عن الكبار ليه سيستم ونظام جوه الملعب ليه ان انت مثلا تطول الكوره ولا تطول نقطه على قد ما تقدر والنقطه بتاخد كتير لا لعب الناشئين بيبقى معتمد ان انت ازاي تخلص الكوره مصطفى عسل قبل ما يسافر ماليزيا راح المكسيك قبل ما يسافر الصين هيروح فين؟ لا مصر ليش يعني؟ ليه مصطفى؟ ليه؟ لا دلوقتي بقى خلاص يعني المكسيك فعلا كانت طفره كانت طبعا هناك ما فيش نفس رحنا استعدينا كويس هناك كان اعتقد قرار صح ان انا اروح وده كان مساعده طبعا الاتحاد وكابتن احمد مطعني ان انا وطبعا مدربيني ان انا اروح اسافر هناك طبعا
ان هو كان ساعتها كل اللعيبه اللي هم الكبار كانوا موقفين سكواش ساعتها، كان الراحه بتاعتهم اللي انا المفروض ان انا كنت اخدها بس ما فيش حد. فلو كان في تدريبات المنتخب فتدريبات المنتخب دي كنت بروحها، بس قلنا بقى اروح استعد بقى بشكل قوي يعني هناك. فالحمد لله يعني استعدت هناك. بس طبعا انا قول لي اخبار نمبر 1 ايه السوشيال ميديا بقى، عايزين نتكلم عليها سريعا. قول لي تعليق على السوشيال ميديا جالك بعد بطوله العالم ده من اصحابك، الجمال اللي بيعلقوا لك كل شويه على السوشيال ميديا. هي نمبر 1 دي. نمبر 1 مش ناوي تغير نمبر 1 دي ولا هي هتفضل نمبر 1 لغايه ما اكون نمبر 1 في العالم باذن الله؟ لا ان شاء الله. لا حلو السلوجن، حلو حلو. كلام اخير تقول ايه لاسرتك الكريمه وانت بطل العالم المره الثانيه على التوالي؟ لا طبعا يعني اعتقد ان احنا لو دخلنا اللعبه دي يعني ساعه لما دخلناها ما اعتقدش ان هم فكروا ان اللحظه دي هتيجي يعني. ما حدش فكر. لا لا، لكن انت الوحيد اللي عارف. لان انا ابتديت. لا لا، ولا كنت عارف ولا لا، كنت فعلا يعني انا وانا بادي عندي 9 سنين ونص. طبعا عمي هو اللي خدني العب اللعبه. لا يعني عمرك فكرت يا مصطفى وانت صغير لسه 9 سنين دي انت تكون بطل العالم؟ مستحيل. ودلوقتي يعني ربنا يعني مفيش خلاص. لا تراجع ولا استسلام. لا مصطفى بجد مبروك والف مبروك بجد، بكون سعيد جدا بيك. وانا حاسس احساس والله اعلم يعني ده كلام هيتسجل ان انت ان شاء الله قريبا جدا باذن الله في السنه الجديده 2020 وممكن تكون 2019 يعني في الصين مستوى يتحسن جدا ومستوى يرتفع وترتقي الى رقم 5-6 في العالم. احساس ان شاء الله. كابتن خالد والله انا سعيد جدا بحضرتك يعني. اول ما كسبت يعني كابتن خالد كلمني على التليفون. طبعا انت نجم كبير يا مصطفى. يعني سعيد سعيد جدا بيك، ويا رب في المراحل الجايه ميداليه اولمبيه تانية. بس اول ما تخش اولمبيات كبير باذن الله متوقع انت تجيب ميداليه اولمبيه كبيره. مصطفى بشكرك شكرا جزيلا على النهارده والف مبروك. وفعلا دايما بنستمتع بالنجوم، وفعلا مصطفى عسل نجوم في تاريخ مصر، وقريب جدا باذن الله هنلاقيه باذن الله على منصه تتويج اخرى. اتمنى له يبقى رقم واحد في العالم، واتمنى كل لعيبه النادي الاهلي هم فعلا دايما مشرفينا زي ما احنا كان معانا الباسكت قبل كده الهاندبول ومصطفى عسل وهنا جوده وكثيره من الابطال علي خلف الله واحمد والناس كثيره جدا، ابطال كثيره جدا عندنا في الاهلي فعلا رافعين اسم مصر واسم النادي في مجالات كثيره. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.